الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها بالنسبة لكتاب الله جل وعلا على أنواع، فمرة تأتي السنة مؤكدة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أمثلة ذلك ما ورد من النصوص في إيجاب صوم رمضان المؤكد لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون توضيحاً لكتاب الله وتفسيراً له، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد وضحت المراد بقوله حقه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقته السماء العشر. وكما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، المبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية كما في حديث المسيء في صلاته، والمبين أيضاً بسنته الفعلية كما رواها عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مخصصاً لعموم الكتاب مبيناً له على سبيل التخصيص أو التقييد، ومن ذلك مثلاً في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث بيّنت الآية أحكام الميراث. فإن قوله في أولادكم لفظ عام، إذ هو لفظ جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة. وقد بيّنه ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث، وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن من موانع الإرث اختلاف الدين، كما ورد في ذلك الحديث: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وهكذا من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون آتياً بحكم جديد ليس في الكتاب بخصوصه ولا بعمومه، ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وعن الجمع بين المرأة وخالتها. فهذه أحكام استقلت السنة النبوية ببيانها وتقريرها. وهناك نوع وقع الاختلاف فيه، ألا وهو كون السنة تنسخ كتاب الله جل وعلا، فجماهير أهل العلم يرون أن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وبعضهم أجاز نسخ الكتاب بخبر التواتر دون خبر الآحاد، ورأى طائفة جواز نسخ الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هي وحي من عند الله جل وعلا، ومن ثم لا مانع من نسخ الكتاب بها.